شكون هو الفنان؟ وشنو هو الفن اصلا؟ كي حوست على كلمه فن في القاموس قال لي هو تطبيق المهارات الابداعيه للانسان، واعطاني امثله قال لي مثل الرسم والنحت وما الى ذلك. تعريف هذا انا ما عجبنيش، جاني تعريف تقني بحت ناشف شويه. علاه الواحد كيشوف غروب الشمس ولا خضره الطبيعه يتاثر؟ هل هذا يعتبر فن ولا لازم حتى واحد يجي يرسمها لي باش نحس بها؟ انا تبان لي باللي الفن هو اي حاجه اللي تكبر المشاعر. المشاعر هي اللي تخلينا نحس بالانسانيه تاعنا. الفنان هو ذاك الفرد اللي يقدر يرجع الناس يحسوا بشعور معين، بمعنى يأثر فيهم من داخل بالعمل تاعو. إذا انطلقنا بمفهوم أن الفن يكبر المشاعر، راح يكون عندنا تفسير علاش الناس تحبه وعلاش ناس أخرى تخاف منه. الفنان كيدير عمل راح يعيشك في تجربته كما هو يشوف فيها بعينيه. بالك الوضعية اللي راح يحطك فيها تعجبك وبالك ما راحش تعجبك. هذه العفسة يعيطوا لها التجسد. نقدروا نلاحظوها بخصوص في الأفلام، كي تحس روحك انت هو بطل الفيلم، تفرح مع الشخصية وتخاف عليها كلي هي انت. الفنان صح يقدر يغير الناس، صح هذا لا يعني أبدا أنه نقدر نعتبره الفن سلاح فكري، لأنه كما قلنا مع الأول هو يكبر المشاعر فقط وما يخلقهمش. وهذه هي علاش كاين اللي يتأثر بقطعة فنية وكاين اللي ما يتأثرش. معليش بزاف ناس يا إما يقدسوا فنان فوق اللازم يا إما يكرهوه ويعتبروه متكبر عليهم. الفنان هو بنادم كيمتا، موش هابط عليه الوحي. الفرق فقط هو أنه لقى حاجة المميزة فيه وشاركها مع الناس. كل واحد فينا عنده حاجة مميزة فيه، احنا قاع مميزين، وهذه أيضا معنتها احنا قاع عاديين، ومكاش واحد مميز على الآخر. الغلطة اللي يديروها معظم الناس هي أنه يترك الحاجة المميزة فيه ويحب يكون بارع في موهبة الآخرين. We'll be right back.
كاين بزاف كيشوف عمل فني ينخلع وردة الفعل تاعو تكون قاسية على الفنان. كاين مام لي يحس بالتهديد وراسو ينغلق منه. كاين لي يستهزأ يقول لك راه يتمهبل. هي في الحقيقة احنا قاع مهابل، ما كاش فينا اللي ما عندوش افكار اللي هو يشوف فيها نيرة والناس تديهم جد وغريبة. الفرق فقط هو انه الفنان عنده الشجاعة باش يخرج افكاره للعالم. حاجة تعجبني في الفن هو أنه يكشف الناس، أو بالأحرى يعطي الناس الشجاعة باش تعبر عن مشاعرها أمام الآخرين، وإذا كانت المشاعر مماثلة أو على الأقل يكون فيها تعاطف، هذا راح يقرب الناس من بعضها. أنا تبان لي الفن ما نش عاطين له قيمة كبيرة، وكان لي عاطي له قيمة بصح سلبية بمعنى يخاف منه. ما عدناش مشكل كي نستهلكوا الفن الخارجي ونذكر منها برك الأفلام السينمائية، الأغاني واللباس. صح كي تلحق للفنان الجزائري يا إما نتجاهلوه ونعتبروه جايح يحوس يبان، ولا نعتبروه تهديد وراح يفسد لنا المجتمع. هذه العقلية تاع واش راك ترسم وعندك رخصة باه تصور ما يش طرف الفنان بقدر ما تضرنا احنا كمجتمع. نعرف بزاف الناس راحت للخارج ومارست الفن تاعها بكل حرية، وين ثم قيموا العمل تاعها وخلصوها عليه. بصح المجتمع ما يقدرش يعيش بلا فن، حتى اذا ما خليتوش يصنع الفن تاعو راح يستهلك الفنون تاع مجتمعات اخرى ويتبناها. الانسان داير هكذا، يحب يحس بالانسانية تاعو، والفن يلبي له هذيك الرغبة. في الطبيعة وين يكون كاين فراغ تكون كاين عاصفة وتجي الرياح تملأ الفراغ. ما نقدروش نحبسوا الفن، نقدروا برك نخيروا وش من الفن نستهلكوه. أنا نتمنى تكون عندنا ناس تشجع الفنانين المحليين وتشجع إنتاج الفن وتسهلها. نتمنى أن يكون عندنا المزيد من الفنانين يعرفونا بثقافتنا قبل ما نتعرفوا على ثقافة الآخرين ونتبناوها. عندنا بزاف تنوع في الثقافات والتقاليد، مجتمع تاعنا معمر عباد مخلطين كل واحد وتخمامه. بصح هذه مش معناتها لازم كل واحد يحمي الثقافة تاعو، بالعكس هذه تعطينا الفرصة باش نتعلمو من بعضانا، نرتقيو بالفكرة تاعنا ونشوفو حاجة جديدة بأعين الآخر. لو كان برك نشوفو الفن على أنه حاجة ضرورية مش سلبية، وأنه الفنان في عمله ما عندوش نوايا سيئة، كاع واش راهو حاب هو أنه الفكرة تاعو يشاركها معاك.